السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أخوكم عبد الرحمن خالدي، واليوم التغطية سريعة من معرض الدين للسيارات. طبعا زي ما تشوفون أخوة الكرام، اليوم التغطية عن تويوتا هايلوكس 2019 4x4 غمارة واحدة 5 شنكار. طبعا السيارة واردة عمان البريم، زي ما نسميه حنا عندنا. سعر السيارة في حدود 96,000 ريال. طبعا سعر السيارة يشمل الضريبة ولا يشمل التسجيل. المعلومة السيارة هذه حاليا القدامي انباعت، هي حبة واحدة جتنا بالصدفة وانباعت على طول، فقلنا نسوي لكم عليها التغطية قبل لا تروح. عموما بناخذ جولة سريعة، بدنا نتكلم عن أهم المواصفات وأهم المزايا. طبعا تويوتا هايلوكس سيارة بيك أب، سيارة نقل خفيفة من تويوتا. طبعا تايلندية، تجميع تايلندي من 2006 بدأ التجميع تايلندي، يجي منها عدة أنواع، غمارة، غمارتين، دبل، بدون دبل، ويجي منها SUV تويوتا فورتشنر، ويجي منها سيارة عالية تويوتا إينوفا. بشكل عام هذه أصناف الهايلوكس. طبعا 25 كار هو الحوض الطويل ما شاء الله، ما يجي طبعا إلا على الله. طبعا 25 كار الفور باي فور يجي 25 كار، ما يجي غير 25 كار بالنسبة للغمارة الواحدة. أما الفور باي تو يجي منها 24 كار و 25 كار. صراحة اللي يبحث عن سيارة اقتصادية وعملية فالتويوتا هايلوكس خيار مناسب. طبعا المحرك اللي عليه هو 2400 توربو واحد، المحرك الصغير. في نوع واحد، نوع ثاني يجي 2800. طبعا ما صراحة ما شفت الا على الغمارتين فقط، ما شفت على الغمارة. عموما السيارة الامامي 2400 سي سي ديزل توربو 147 حصان، الجير عادي 6 سرعات وليس 5. في بعض السيارات تجي 5 سرعات بدون دبل، اما الدبل اللي عندي 6 سرعات. نظام الدفع فوق خلفي، دبل خفيف دبل ثقيل، والمواصفات الخارجيه. طبعا هي فئه جي الوارد البريم، لكن يختلف شوي عن وارد عبد اللطيف جميل بالمواصفات. الجي طبعا نشوف انه صدام الامامي فيبر، ما هو ستيل. عندنا الجنوط اعتقد مقاس 16 انش، ثواني، لا 17 انش هلل. زي ما تشوفون هذا هو جنطة الهايلوكس هلل. طبعا في وطاية جانبية، عندنا الخط الجانبي، نلاحظ ان فيها اشارات بالمراية، المراية مطعمة بالكروم. هذا الصندوق الخلفي للاسف وارد الخليج ما يجي فيه تلبيسة زي عبد اللطيف جميل. عبد اللطيف كل الانواع يجي فيها تلبيسة ما عدا فئة الدباب لوكس، باقي الاصناف كلها يجي فيها تلبيسة للحوض. طبعا هذه من خلف، عندنا الصدام الخلفي ستيل. طبعا عندنا برضه لمبة الفرامل موجودة على باب الحوض الخلفي، شعار الفئة جي ال. اعتقد خزان الوقود سعته 80 لتر، ما شاء الله ترى 80 لتر في الهيلوكس الديزل ممشى كبير جدا. طبعا كل لتر ديزل يمشيك 14.8 كيلو تقريبا. السيارة ممتاز، 2.4 المحرك اللي هو المحرك الصغير للديزل. طبعا هذه السيارة من الداخل، داخلية هذه لون أسود بالكامل جاي، ما في حتى لا تصاميم ولا شيء. يعني صراحة أنا ما أشوف غير هذه مختلفة عن لون السيارة. اللي هنا ديكور دركسون جاي باللون الرصاصي، باقي كل شيء أسود بالكامل، الطبلونات، المقاعد، الأبواب، كل شيء. طبعا تايلند زي ما تشوفون، بليتتها 2018، في ناس تستعمل بليت عشان التصدير. طبعا صراحة الوطاية الجانبية هي مفيدة وغير مفيدة، غير مفيدة بالشكل فقط، لكن مفيدة صراحة بالصعود والنزول، لكن راعي البر دائما ما يحبها. يعني خاصة للسيارة يا سلام، من جد من جد لو ركبت عليها طربال من ورا وشدات شد حايلي ولا شيء يضبط شكلها، يصير على قولتهم يعني فرود وفرود حق بر. طيب خلينا الحين نتكلم عن المواصفات الداخلية للسيارة. واحنا شغلنا المحرك، السيارة ريموت، هذا هو بسم الله. هذا زعلان مفتاح ولا وشو؟ لا معلق الشرطان. عموما هذا مفتاح السيارة زي ما تشوفون، اغلاق فتح. طبعا تشغيل السيارة لازم كلتش، تضغط كلتش بعدين يشتغل معك.
طيب الحين نتكلم عن مواصفات السيارة الداخلية. الزجاج كهربائي، المراية كهربائية، طبعا مواد التصنيع يعني بيكون بلاستيك، ما راح يحط لك جلد، ما راح يحط لك شيء، سيارة عملية بالأول والأخير. طبعا بلاستيك اللي عندهم أكيد يعني شيء كواليتي عالي عشان يتحمل الحرارة، يتحمل كل شيء بلاستيك بالكامل. حتى هذا ترى خياط كله بلاستيك، بلاستيك عندنا هنا قماش باللون الأسود. عندنا هذا بالدركسون السيارة، طبعا ما شاء الله في تحكم بالدركسون بالكامل، حتى في عداد رحلات الشاشة الكبيرة حقت الهيلوكس موجودة. طبعا ما في مثبت سرعة للأسف، لكن في بلوتوث أو أوامر صوتية، تحكم بالدركسون بالكامل، تحكم بعداد الرحلات، تقدر تركب له مثبت سرعة عادي ما عندك أي مشكلة. هو ما في مثبت سرعة لكن تقدر تركب له. عندنا هنا حاملة أكواب للسائق، عندنا هنا زر حق ريست حق الكفرات، نسيت حق الكفرات. طبعا هو عداد الرحلات هذا هو نفس اللي يجيب الفل كامل، تقدر تقلبه عربي، هذا باللانجوج عربي. طبعا زي ما تشوفون صار بالعداد لغة، عداد الرحلات بالكامل هنا باللغة العربية. طيب وش في من المواصفات الزينة؟ طبعا هذا هو مسجل السيارة، طبعا في منفذ USB، منفذ UX، CD، زي ما قلنا فيها بلوتوث، فيها الأوامر الصوتية. عندنا هذا هو المكيف حق السيارة، هذا الأوامر الصوتية اشتغلت. عموما عندنا هنا مكيف حق السيارة يدوي، عندنا الدبل الحين دفع خلفي، دبل خفيف دبل ثقيل، عندنا نظام تراكشن، ضغطنا زر تورطنا. طيب الجير عادي، ونلاحظ انه من 6 سرعات، هذا كيف ال هذه. عموما الريوس تجي اخر شيء تصير ريوس، لكن كذا اول ثاني طبعا ثالث رابع خامس سادس 6 نمر. فيها فتحة تبريد في الدرج، صراحة مواصفاتها حلوة كمواصفات، أمانة حلوة. فيها فتحة تبريد، عندنا برضو هنا الدرج العلوي، طبعا هنا زجاج حق الراكب. المراتب الأمامية صراحة 3، تشيل السيارة 3 ركاب ما عندك أي مشكلة. عندك فتحتين حزام أمان، بس وين بيركب الثالث يعني؟ صراحة ما أدري وين بيركب، حاطين لهم 3 حزمة أمان، وين بيركب والله ما أدري، بيركب فوق الجرانط ولا كيف؟ والله بجد ناظر ما في مكان يعني، وين هذا هو الحزام حقه يعني؟ والله ما ادري وين بيركب صراحه، بس حاطين له حزام امان، ممكن مثلا تنزله تحط له سفنج ولا شيء فيعطي تثبيت، او ممكن طفل صغير. لكن هي عموما جايه 3 ركاب بحكم 3 احزمة امان. طبعا عندنا هنا المرايه الداخليه عاديه ما هي تعتيم، زي ما تشوفون نار السقف، هذا بيت النظاره، هذه نور السقف. طبعا الشماسات للأسف ما فيها مراية، حتى حقة الراكب نفس الشيء ما فيها مراية ولا إنارة ولا أي شيء. وبالنسبة لمواصفات الأمن السلامة، فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات إيرباك للسائق والراكب، وعدد 3 أحزمة أمان. السيارة جميلة حلوة، صحيح سعرها مبالغ فيه جد. عندنا ميتسوبيشي يعطيني مواصفات أفضل وغمارتين بأقل من ذا السعر بشكل كبير. عندنا إيسوزو يعطيني غمارتين فل كامل الاس جي تي بحدود السعر هذا، وعندنا نافارا برضه يعطيني غمارتين مواصفات افضل باقل من السعر. لكن بحكم ان الناس تعشق العلامه هذه فالشركه ماخذه راحتها، انا اعلمكم الصدق الشركه ماخذه راحتها. لكن كسياره نيسان نافارا سياره جباره في محركات الديزل، نيسان ميتسوبيشي برضه جباره، إيسوزو جباره صراحة، تويوتا ما عرفناها إلا بالفترة الأخيرة في محركات الديزل، لكن ذوك الشركات سباقين. والسبب ارتفاع سعر السيارة، عشق الناس للعلامة هذه. لكن كشيء واقعي صراحة عادي نفس الشيء يعني، معليش الميتسوبيشي 2019 الغمارتين 4x4 كم سعرها؟ سعرها 73 ألف ريال فقط لا غير. اروح اخذ هاي لوكس بزياده 25 ألف ريال وغماره واحده، فما ادري وش السبب. السبب اكيد العلامه هذه. فصراحه بالاول والاخير اخوان الكرام، انا ما لي دخل بالسعر، في ناس تزعل تحسبني انا اتكلم ابغى ابيع بضحك على الناس وارفع السعر، انا ما لي دخل،
انا صراحه حتى لو شريت السياره اكون كسبت فيها 1000 ولا 500 ولا يعني مبلغ بحدود هذا، فانا مالي شغل ارفع السعر اتحكم في السعر. انا اعطيك التغطيه اتكلم لك عن ابرز الاشياء بالسياره صراحه، كجوده كشكل الهيلوكس تفوق عليهم كلهم. انا ركبت السيارات كلها، شفت السيارات كلها، كجودة، كأشياء داخلية في السيارة، كأشياء نقش، كأشياء ديكورات، الهيلوكس يتفوق صراحة. في ميتسوبيشي صراحة أنا شفته سيارة صلبة، سيارة حلوة، سيارة كل شيء فيها ممتاز، لكن مثلا تفتقر للجمال الداخلي. أنت مناظر تصميم الهيلوكس في جمالية، في عصرية، في أناقة، أما هناك ما في لا أناقة ولا في أي شيء، حاطك هناك عملي عملي أكثر. بالأول الأخير الوكيل هو اللي رغبك بالسيارة. في بعض الدول سبحان الله عندهم مثلا أيسوزو ميتسوبيشي أفضل من تويوتا ونيسان، في بعض الدول نيسان هي الأفضل، في بعض الدول ميتسوبيشي هي الأفضل. فكل شركة أو كل دولة على حسب الوكيل، هل هو داعم المصنع، الناس توثق في المنتج. لكن أمانة السيارات اللي ذكرتها كلها عملية، كلها إذا حافظت عليها بتعيش معك بنفس العمر، نفس كل شيء. بس ليش مثلا نشوف الهيلوكس موجود أكثر؟ لأن الهيلوكس حتى لو صار موديله 70 في ناس تشتري، يقول لك قطع غيارها متوفرة. من بين في سيارات لو صار موديلها مضى عليه 5 سنين 7 سنين يقول لك لا خلاص ما عاد ألقى لها قطع غيار، فهذا اللي يموتها. ولا السيارات بالأصل ما تموت، على حسب توفير قطع، على حسب تواجد السيارة في السوق، هو اللي يرغب الناس. طولت عليكم أخوان الكرام بالتغطية، أتمنى تكون عجبتكم، وأشكر كل شخص وصل معي إلى هذه اللحظة في مشاهدة التغطية. صراحة أنا أشكره لأنه ما شاء الله هذا متابع ومدقق، لأنه في بعض الأشياء أنا أتكلم فيها مهمة ما أتكلم فيها إلا بالدقائق الأخيرة، ما يستحق أتكلم فيها بداية المقطع عشان ما أشوش عليك، ما أضيعك برا التغطية، ما أضيعك برا الفيديو. طولت عليكم والسلام عليكم.